واحد الرباط وجيت في 69 هنا لا بلجيك في لاج ديال 14 عام. والمهم دخلت الرياضه في 14 السنه ديالي في الكاراتيه تما الحق بريميان دان واستفدت شي ديال التيكواندو. والمهم في 76 كنت ديجا مدرب و دخلت التيكواندو. المهم ما كانش التيكواندو هنا في لا بلجيك حنا صنعناه فيك الوقت. وعندك تقريبا 70% في لا بروفينس دونفيرس التلاميذ عندهم الناديات ديالهم كلشي التلاميذ ديالي. ومهم حنا داكشي علاش دخلت التيكواندو علاش حيت يعطيك واحد النس باش تكون عندك قوه والثقه فيك والمستقبل ديالك. وعلاش حنا قلت الطريقه ديال التعليم باش حنا التلاميذ اللي كاين هاد المغاربه ولا بلاجكا ولا كما كانوا نتبعوهم الطريق شي طريق يكونوا فيها مزيانه ويكونوا مربيين ويقراو مزيانين. والمهم انا مدرب عندي دابا 8 دان نورمال كنت غنمشي في هذا الشهر اكتوبر ندوز اخر درجه ديال تسعود ولكن ما كانت ما مكتافش ديجا داز عندي دخل بحال واحد لونفون واحد الوليد. و باش نقول لكم دابا ديجا حنا التجربه ديال التيكواندو في المغرب دابا مشيت المغرب شحال مرات درت معاهم كونتاكت في الثمانينات و2000 ولكن حتى واحد ما تصنت ليا بغيت شي حاجه نقدر نتعلم منهم وهما يتعلموا مني ونديو حنا مغاربه. ولكن حتى شي واحد ما سول فيا شحال مره قلتها كانت واحد المره اذاعه مغربيه جات هنا وقلتها لا ميم شوز ولكن حتى واحد ما المهم مشيت ديجا لنا واحد وجده علمت بها 300 واحد فرحوا بيا كل شيء ولكن الجامعه ما كاينش اللي يوقف معاك ولا يعرفك ولا شي حاجه. المهم حنا ما نطلبوا منهم حتى شي حاجه حنا بغينا نتعرفوا بهم ويتعرفوا بينا واللي تعرفها نعطيها لهم نطلعوا بلادنا ونقوموا بولاد بلادنا ونكونوا حنا ديما طالعين. هذاك الشيء علاش الرايه ديالنا انا المساعده لنا جميعا نتعرفوا بعضياتنا ونكونوا نطلعوا بلادنا ونطلعوا بعضياتنا هذاك هو المهم ديالي. والمهم لا كان هو شي تلميذ طلع بغى يكون مثلا يكون الشامبيون العالم نفضلو انا يكون التلميذ يكون قاري مزيان وعنده مستقبل في حياته ويكون خارج مزيان ماشي واحد تيقول لك بطل العالم ولكن يكون ديجا هو خارج الطريق ماشي مزيان. كان بكري افون 76 كان ما كانش يعرفوا التايكواندو كان تيقول لك كاراتيه كوريا. وحنا دخلنا للفيدراسيون كنت ديجا مدرب بريميير دان دخلنا التايكواندو في لافيدراسيون فلامو كانت 500 تلميذ ورحنا حتى ل 5000 تلميذ. وكنت انا مدرب ديال لابروفينس دونفيرس تقريبا 25 25 عام كنت المدرب ديال لابروفينس دونفيرس وكنت ريسبونسابل رئيس ديال لا كوميسيون غراد ناسيونال. والمهم دابا عندي درجه باش عندي حق باش ندوز ليكزامان سانتي نوار يجيو من الدبلوم لاكوري. انا جو سوي مدرب انترناسيونال دابا عندي الشرف انترناسيونال بحال الكوريان. وفي 2010 مشيت دوزت 8 دان ولكن ما كتبش. المهم العام الجاي نمشي ندوز الدرجه ديال تسعود اخر درجه ونطلبوا الصحه ديالنا تقعدنا وصافي. هما عارفني كاين هنايا ديجا حيت داخل في اليوتيوب وعارفني الناس وعاد الجميع عارفنا حيت كنا تنعرض لهم دائما شاك كل عام نعيطوا عليهم مع الشامبيون انترناسيونال وكنت انا ديجا ريسبونسابل في لا فيدراسيون. ولكن مع الاسف ما كانش انا ما نقولها صراحه تنقبلوا على واحد يكون غاوري ولا كوريان ولا فرنساوي ولكن بلادهم ما تيشجعوهمش. نقول دائما الحقيقه قصد قال